اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة قلب بطريقة سهلة وبسيطة. ممكن نستخدم فيه اي خيط احنا عايزينه، ممكن نعمله كوستر، ممكن نعمله قاعدة للأكواب، ممكن نعمل مفرش قلب. هنعمله النهاردة بغرزة الجراني. هنعمل عقدة البداية، بعد كده هنشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، واروح عند اول غرزة. لا كده اشتغلت 3 سلسلة، هلف الخيط على الابرة وهسيب غرزة، واروح عند الغرزة الاولى اللي انا عملتها وهشتغل فيها 3 غرزة عمود بلفة. كده اول غرزة عمود، كده 2، كده 3. يكون معايا بالشكل ده، كده يبقى ال2 سلسلة اللي انا سبتهم هيكونوا ارتفاع عمود. وبعد كده عملت 3 غرزة عمود بلفة، كده اكني عملت 4 غرزة عمود بلفة. هنتقل للراوند التاني وهشتغل 3 سلسلة وهلف الشغل. هشتغل في نفس المكان اللي انا ارتفعت منه السلسلة، هدخل فيه وهشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة، كده 1، كده 2، كده 3. بعد كده هشتغل سلسلة وهسيب غرزة واروح عند الغرزة الأخيرة وهشتغل فيها 4 غرزة عمود بلفة، 1، كده 2، كده 3. كده 4. كده الراوند التاني خلص. هننتقل للراوند التالت وهشتغل 3 سلسلة وهلف الشغل. احنا اتفقنا المكان اللي هنرتفع منه 3 سلسلة، هندخل في نفس الغرزة وهنشتغل فيها كمان 3 غرزة عمود بلفة. كده اول عمود، كده تاني عمود، كده تالت عمود. بعد كده بنشتغل سلسلة فراغ. المرة دي هنشتغل في السلسلة اللي في النص هنا، هدخل فيها بس هشتغل 3 غرزة عمود بلفة مش 4، 1، 2، 3. بعد كده هشتغل سلسلة واروح عند اخر غرزة اللي هي الاعمدة اللي انا كنت بارتفعها، واشتغل في 3 سلسلة، هشتغل فيها 4 غرزة عمود بلفة، 1، اتنين، تلاتة. أربعة. يبقى كده ده الراوند التالت معانا. هنشتغل الراوند الرابع مع بعض برضو، هنشتغل 3 سلسلة نفس المكان اللي اشتغلنا منه 3 سلسلة، هندخل فيه ونشتغل كمان 3 غرزة عمود بلفة، 1، 2، تلاتة.
بعد كده هنشتغل سلسلة، هروح لفراغ السلسلة الأول ده وهشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، بعد كده هشتغل سلسلة وهروح لفراغ السلسلة التاني وهشتغل فيه برضو 3 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، هرتفع سلسلة وهروح هنا عند اخر غرزة سلسلة وهدخل فيها وهشتغل فيها 4 غرزة عمود بلفة كده، واحد اتنين تلاتة أربعة. يبقى الفراغ الأول اللي هو الغرزة الأولانية والأخيرة اللي بشتغل فيها 4، واللي في النص بشتغل فيهم 3 غرزة عمود بلفة كده. خلصنا الراوند الرابع، هننتقل للراوند الخامس ونشتغل بنفس الطريقة، هنرتفع 3 سلسلة ونلف الشغل وندخل في نفس المكان اللي ارتفعنا منه السلاسل وبنعمل 3 غرزة عمود بلفة كده، اتنين كده تلاتة، بعد كده بنشتغل سلسلة وننتقل للفراغ السلسلة وبنشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، وبنشتغل سلسلة بنروح لفراغ السلسلة اللي بعديه وبنشتغل فيه برضو 3 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، وبنشتغل سلسلة بنروح لفراغ السلسلة اللي بعديها على طول بنشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، بعد كده بنشتغل سلسلة وبنروح عند السلاسل الارتفاع وبنشتغل في آخر سلسلة 4 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة أربعة. يبقى كده اشتغلنا 5 راوند بنفس الطريقة، 1 2 3 4 5. هنشتغل 6 و7 و8 بنفس الطريقة دي، ان انا بعمل في بداية الغرزة 4 عمود بلفة وفي الفراغات اللي بالنص بشتغل فيهم 3 بس عمود بلفة، والاخير بشتغل فيه 4 غرز عمود بلفة وبينهم سلسلة فراغ. هكمل كمان 3 ادوار السادس والسابع والثامن وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد راوند 8، يبقى كده معايا 8 اسطر، 1 2 3 4 5 6 7 8، اشتغلت فيهم بنفس الطريقة. هننتقل للراوند التاسع وبعد كده هنشتغل 3 سلسلة، هنلف الشغل هنروح على طول وهنشتغل في فراغ السلسلة هنشتغل فيه 4 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة أربعة، بعد كده هنشتغل سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديها على طول وهشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، بعد كده سلسلة واروح للفراغ للسلسلة اللي بعديه وهشتغل فيه كام 4 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة أربعة، بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهنشتغل هنا هروح للفراغ ده وهشتغل فيه غرزة حشو، بعد كده هنشتغل 3 سلسلة واروح عند الفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه 4 غرزة عمود بلفة،
واحد اتنين تلاتة أربعة وسلسلة، بعد كده أروح للفراغ وأشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة، وهشتغل سلسلة وأروح هنا عند الفراغ ده وهشتغل فيه 4 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة أربعة، وبعد كده هروح أشتغل في آخر غرزة سلسلة هشتغل فيها غرزة عمود بلفة، يبقى زي ما ارتفعت 3 سلسلة هنا أكني هنا اشتغلت 3 سلسلة اللي هي غرزة العمود بلفة، هيكون معايا الراوند التاسع بالشكل ده كده. بعد كده هنتقل للراوند العاشر وهشتغل 3 سلسلة وهلف الشغل، هروح هسيب الأعمدة وهروح عند أول فراغ وهشتغل فيه 4 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة أربعة، بعد كده هشتغل سلسلة وهروح عند الفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه برضو 4 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة أربعة، كده ابتدى القلب يتشكل معايا. هشتغل دلوقتي 5 سلسلة وهنا هروح فوق غرزة الحشو وهشتغل فيها غرزة حشو، وبرضه هشتغل 5 سلسلة وهكرر، هلف الخيط على الإبرة وهروح للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه 4 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة أربعة، بعد كده هشتغل سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه على طول وهدخل فيه برضو وهشتغل فيه 4 غرزة عمود بلفة، بعد كده هلف الخيط على الإبرة وهروح هنا اشتغل غرزة عمود بلفة، هنا هدخل في اخر فراغ وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة، يكون معايا بالشكل ده. نشتغل الراوند ال11 مع بعض وهنرتفع 3 سلسلة وهنلف الشغل، هروح هنا عند اول فراغ سلسلة هشتغل فيه 4 غرزة عمود بلفة، كده 4، بعد كده هنشتغل 3 سلسلة، هنا عندي 4 أعمدة هدخل في آخر عمود وهشتغل فيه غرزة حشو، بعد كده هشتغل 5 سلسلة وهروح عند غرزة الحشو وهشتغل فوقيها غرزة حشو وهشتغل 5 سلسلة، وهروح برضو عند اول عمود هنا وهشتغل فيه غرزة حشو، بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهروح عند الفراغ وهشتغل فيه 4 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة اربعة، بعد كده هشتغل 3 سلسلة هعمل غرزة عمود بلفة في آخر غرزة سلسلة، في آخر غرزة هشتغل فيها غرزة عمود بلفة،
دلوقتي هرتفع سلسلة نفس المكان اللي اشتغلت منه السلسلة، هدخل واشتغل فيه غرزة حشو، بعد كده هشتغل 3 سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، هدخل هنا في الفراغ ده في الغرزة دي وهشتغل فيها 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة كده، 1 كده، 2 كده، 3، كون معايا 4 حلقات، هلف الخيط واطلع من ال4 حلقات مع بعض. بعد كده هنا هروح لراس الغرزة هنا دي وهشتغل فيها غرزة حشو، بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهدخل هنا وهشتغل 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، 1 2 3، كون معايا 4 حلقات، هلف الخيط واطلع من ال4 حلقات مع بعض كده. بعدين هروح عند الزاوية هنا اللي هي بتاعة الغرز اللي بعديهم، غرز الأعمدة بلفة، هشتغل فيها غرزة حشو، وبعد كده هشتغل 3 سلسلة وهفضل ماشية بنفس الطريقة. بدخل في الفراغ ده اللي هو بين الغرز اللي أنا عملتها، بشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، بطلع من الحلقات كلها مع بعض. بعد كده هنا اروح للزاوية الغرزة المكملة، اشتغل هنا، هدخل فيها واشتغل فيها غرزة حشو، بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهشتغل برضو في الفراغ ده 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، 1 2 3، وبلف الخيط وبطلع من ال4 حلقات مع بعض. وهنا بنزل عند السطر اللي بعديه وبدخل في الغرزة هنا وبشتغل فيها غرزة حشو، بعد كده بشتغل 3 سلسلة وبكرر، بدخل في الفراغ بعمل فيه 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة كده، 2 كده 3، كون معايا 4 حلقات، هعيد التالت معاكم كده، هيتكون معايا 4 حلقات، بلف الخيط وبطلع من ال4 حلقات مع بعض، وبنتقي بنزل عند السطر اللي تحت وبشتغل هنا في الزاوية غرزة حشو، بشتغل 3 سلسلة، بدخل في الفراغ هنا وبشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة كده، 1 كده 2 كده 3، بتبقى 4 حلقات، بلف الخيط وبطلع من ال4 حلقات مع بعض، وبنزل للسطر اللي تحته وبشتغل هنا في اول فراغ اول غرزة غرزة حشو، وبعد كده برتفع 3 سلسلة وبكرر بقى ان انا بشتغل في الفراغ 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، وبلف الخيط وبطلع من الحلقات وبنزل للغرزة اللي هي في السطر اللي تحتيه وبشتغل فيها غرزة حشو، وبشتغل 3 سلسلة وبدخل في الفراغ بشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة كده، 2 كده 3، وبلف الخيط وبطلع من الحلقات مع بعض، بنزل للسطر اللي تحته بشتغل في الفراغ غرزة حشو، وبشتغل 3 سلسلة، بشتغل هنا 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة،
وبلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض، وبنزل للسطر اللي تحت وبشتغل غرزة حشو، وبرتفع 3 سلسلة، وبدخل في الفراغ بشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، ب4 حلقات، بلف الخيط وبطلع من ال4 حلقات مع بعض، بنزل للسطر اللي تحتي وبشتغل فيه غرزة حشو، كده زينت الحراف بتاعت القلب. اشتغل 3 سلسلة، برضو هشتغل في الفراغ اللي هو انا بشتغل هنا، في الفراغ اللي اتكون عن السلاسل وغرزة الحشو، وبعمل فيه 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، بلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض. انا هنا هشتغل في في العقدة دي اللي تحت خالص دي، هدخل فيها وهشتغل فيها غرزة حشو، بعد كده هشتغل 3 سلسلة، وهدخل برضو في الفراغ ده اللي انعمل عن غرزة الحشو والسلاسل، واعمل 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، بلف الخيط وبطلع من ال3 حلقات مع بعض. بعد كده هشتغل هنا في الزاوية 3 سلسلة، وهدخل في نفس الفراغ اللي هي العقدة وهشتغل فيها غرزة حشو، يكون معايا بالشكل ده كده، دي الزاوية اللي تحت. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، وهدخل في الفراغ اللي ناتج عن غرزة الحشو والسلاسل، برضو هشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، كده 1، كده 2، كده 3، هنتقل للفراغ اللي هنا ده، وهطلع من ال3 حلقات مع بعض الأول، بعد كده هروح للفراغ اللي هو ده، هدخل واعمل فيه غرزة حشو، وبنفضل شغالين بنفس الطريقة، ان انا بشتغل 3 سلسلة، بدخل في الفراغ اللي هو هنا ده وبشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، 1، 2، 3، وبشلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض. بعد كده هنا بشتغل في الفراغ اللي هنا ده، في السطر اللي بعديه ده، بدخل واعمل فيه غرزة حشو، الخيط ده هدخله في الشغل من جوه، هفضل ماشية بنفس الطريقة ان انا بشتغل هنا في 3 سلسلة، وبشتغل في الفراغ الناتج عنهم، بروح اعمل حشو هنا وهنا 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 وهنا، هكمل لحد ما اوصل لهنا للغرزة دي بنفس الطريقة، وهرجع لكم تاني. اشتغلت اخر غرزة في الفراغ اللي هنا، بعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1، 2، 3، وهكمل بنفس الطريقة ان انا بدخل في الفراغ اللي هو الناتج عن الحشو والسلاسل، وهعمل 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، بعد كده بيكون معايا 4 حلقات، بلف الخيط وبطلع من ال4 حلقات مع بعض، وبروح للزاوية في الغرزة اللي في السطر اللي بعديها وبقفل فيها بغرزة حشو، بعد كده بشتغل 3 سلسلة، وبرضو بشتغل في الفراغ 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، بلف الخيط وبطلع من الحلقات مع بعض، وبروح للسطر اللي بعديه وبشتغل في الزاوية هنا بعمل فيها غرزة حشو، بعد كده بشتغل 3 سلسلة، بشتغل في الفراغ 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، كده بلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض،
هنا عندي الاربع اعمدة اللي فوق، هروح عند اول عمود وهشتغل فيه غرزة حشو، بعد كده هشتغل 3 سلسلة وبلف الخيط وبدخل في الفراغ بتاع غرزة الحشو وبعمل فيه 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، وبلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض. بروح هنا لما اشتغلت في اول عمود هروح عند اخر عمود وهشتغل فيه غرزة حشو، بعد كده هشتغل 3 سلسلة برضو، هروح للفراغ وهشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، بلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض. هروح عند غرزة الحشو بتاعت السلاسل هنا وهشتغل فيها غرزة حشو وهشتغل 3 سلسلة، واكرر نفس الطريقة بشتغل 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، 1 2 3، وبلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض. وبروح عند في غرزة الحشو برضو بتاعت السلاسل اللي هي فوق وبشتغل فيها غرزة حشو، وبشتغل 3 سلسلة وبعمل برضو 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة كده، 2 كده 3، وبلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض. وبروح عند السلاسل وبدخل فيها وبشتغل فيها غرزة حشو، في غرزة الحشو بشتغل فيها غرزة حشو، وبعد كده برتفع 3 سلسلة وبدخل في الفراغ وبشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، وبلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض. هروح عند هنا الاربع اعمدة، هشتغل في اول عمود غرزة حشو، بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهعمل 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة كده 3، بلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض. وبروح عند اخر غرزة عمود وبشتغل فيها غرزة حشو، بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهلف الخيط على الإبرة وهشتغل 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة وبلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض. هروح عند أول غرزة حشو أنا اشتغلتها اللي هي في البتلة دي وهشتغل فيها غرزة منزلقة، برتفع وبقص الخيط الزيادة كده، عملنا قلب شكله جميل بغرزة الكروني، شكله جديد. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.